صباح الخير، واقفين كده ليه؟ دي عملت العمليه؟ لسه ما جاتش. يعني ايه؟ انت مش قلت لي هتروح تجيبها؟ هي اللي قالت لي اسبقها وهتيجي مع شيرين. دلوقتي مش بترد اصلا. جرب تكلمها كده. جرب شيرين. صباح الخير يا شيري. ها ايه الاخبار؟ ديدي فين؟ فريده قافله على نفسها الاوضه ومش راضيه حد يخش لها خالص. طب انا بكلمها ما بتردش عليا. من فضلك خش قول لها ان يحيى بيكلمك. طب ثانيه. ديدي يحيى بيكلمك، ردي عليه. مش عايزه اكلم حد، سيبوني في حالي، روحوا وسيبوا البيت، لو سمحتوا سيبوني في حالي. طب بقول لك ايه؟ هو الدكتور كان بيقول ان هو هيبتدي بالعمليه بتاعتها، ما تشوف كده لو ينفع ياخر لها العمليه ان شاء الله حتى يخليها اخر حاجه. حاضر، هخش احاول معاها. يلا يا ولاد تعالوا. بقول لكم ايه يا جماعه؟ ما عليها حق برضه تبقى مرعوبه، دي عمليه في عينيها برضه. انا بقول كده ايه، نسيبها تهدى شويه وان شاء الله هتغير رأيها. هي على طول كده تطلع وتنزل على ما فيش. طب ما تخشي كده بالصدفه حاولي معاها. انا؟ لا انا ماليش دعوه، انتوا صحابها بقى تصفوا مع بعض. انا؟ لا انا ماليش دعوه. بقول لك ايه يا شيرين، انت حبيبتي صاحبتها قبل مني، وهي بتحبك انت اكتر واحده، وانت كمان اكتر واحده فينا بتعرفي تتكلمي. ادخلي انت. استني اشوف يحيى عمل ايه. ايوه، هي العمليه بتاعتها كانت رقم واحد. الحمد لله الدكتور وافق انه اجلها شويه. شويه قد ايه؟ يعني بيقول ساعه او اتنين بالكتير. طيب ماشي ماشي، ميرسي يا يحيى، متشكر. يلا نقوم لها بقى عشان نلحق نخش مع بعض. ماشي ماشي. تعالي تعالي ديدي. ممكن ادخل؟ لا مش ممكن تخشي، روحي وسيبوني في حالي. ادخلي بس، ادخلي مش ما تخافيش. ادخلي بس ما تخافيش، مش هتعمل لك حاجه. ادخلي 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 بس ادخلي. ديدي. نعم. ممكن بس اتكلم معاكي كلمتين؟ افندم. انت خايفه ليه؟ عشان الحلم اللي حلمتيه امبارح؟ انا احلامي ما بتنزلش الارض، من وانا عيله صغيره احلامي ما بتنزلش الارض. انا حلمت ببابا قبل ما يموت بيومين انه وقع في بير الاسانسير، مات. حلمت بماما قبل ما تموت بيومين انها وقعت بالطياره، ماتت. ايه؟ انا مش عايزه اموت دلوقتي يا ستي. ايوه حبيبتي، بس ده مش حلم، اي حد بيبقى صابح عنده عمليه بيجي له كوابيس. لا انا عارفه نفسي، انا مفيش حلم بيخيب معايا، فسيبوني في حالي ومش هعمل العمليه. طب ممكن اقول لك حاجه؟ نعم. العمليه دي ما فيهاش اي خطوره على حياتك. ازاي يعني؟ لان المستشفى دي مستشفى محترمه، والدكتور مختار دكتورك وانت بتثقي فيه. ده غير بقى ان الدكتور الالماني اللي هيعمل لك العمليه دي عمل بدل العمليه دي اكيد قد كده. طب وافرضي يا حبيبتي مت من البنج، افرضي مت من التلوث، افرضي وانا رايحه العمليه مت، عملت حادثة ومت، ها هتعملوا لي ايه ساعتها؟ بقول لك ايه، انا مش هعمل عملية، انا مبسوطة بعملي، انا مش عايزة اموت، انا مرتاحة جدا كده، وسيبوني بقى في حالي. ها